وهذه عودة إلى نكهة الكرة العراقية في الإمارات، وهي الجماهير العراقية التي تحمل كل الطموحات والأمنيات برؤية منتخب أسود الرافدين في أحسن حالاته وعلى أعلى مستوى فني ممكن. هذه وقفة مع جماهير الرياضة العراقية، نتابع. الحمد لله وشكر كابتن، المستوى كان جدا جدا جيد، وبالذات في الشوط الثاني الفريق الايراني نزل ضاغط الشوط الاول، لكن تبديلات المدرب كانت جدا صحيحه، وهذا التعادل صدقني احنا راح صعدنا ثاني المجموعه، لكن هذا دافع معنوي انه الفريق راح يروح بعيد بالبطوله اذا ظل بهالرتم هذا، التكتيك الصحيح والاستحواذ على الكره، وخلقنا مساحات على الفريق الايراني، لكن الحمد لله وشكر على كل حال، والفريق العراقي مبيض وجوهنا على طول. والله زينه بس ضيعنا فرص هواي. ايه بعدين ان شاء الله نفوز المباراه الجايه، اهم شيء يعني ويا سعوديه ان شاء الله الفوز. كنا نتمنى الفوز بصراحه، بس هي راحت على التعادل عادله للفريقين، لان شوط بشوط اللعب، ونتمنى ان شاء الله بالمباريات القادمه افضل ونصعد بالادوار النهائيه. المباراه كانت كلش حلوه ورائعه، وان شاء الله الفوز للاسود دائما، وان شاء الله التفوق باللعبات الجايه. لا مباراه عظيمه اليوم الاسود قالوا كلمتهم، يعني اليوم الاسود هم عظموا النمور، بس النمور طفروا، احنا عضيناهم الا شويه طفروا، قلنا لهم كليناهم هم كليناهم هم وياكلك هذا العراقي، ياكلك هذا العراق، هاي شنو طفروا من الجدر. تحياتنا المهدي ولكل الاخوه المشجعين والمتابعين والمحبين للكره العراقيه.